الدنيا هرج ومرج هنا معالي وفرج قلبين هفرجنا وشغلين كل طلباء المصريين. واحد شايفها هيصة والتاني بيقول مش ناقصة ماشيين بالعكس ده فكره شمال والتاني عايز أيمين وده كاهن كان محتار يختار بين بطة وفار واتلخبط خد له قرار خلى البطة تبقى بوشين وكبير الحرس بتاعنا نفسه بشغلته يتهنى راح ساب منصبه وهو جنة بيبيع فل وياسمين شريرة حويطة عاملين على تي تربيطة قفشين هذي كل أخبار وبيتهي وقفلهم فهم لهم مش سكت لهم ماشي وراهم وفجلهم ومعاهم للمنهار دي حكاية بسيطة مفيدة ما فيهاش أيها تعقيدة والفرصة بداية جديدة بس انت وصل لقرار هتقدم ايه للعالم هتفيد لك كم بني آدم شوف كم واحد كان فاهم ساب بعده تاريخ كبار سمعتوا آخر الأخبار؟ قول كبير الحرس ماله؟ استقال من منصبه يا حلو صبح يا حلو طن الحبل مضايقك يا خالتي أهوهولك شوية لا 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 كويس كده كويس ميرسي تسلم إيدك يا عم مش كده اربط كويس أهو أهو شايف؟ شايف؟ بطلع إيدي عادي لعلمكم انتم افشل خطافين في الدنيا طب هاتي ايدك يا خالتي المره الجايه مش هتخطف معاكم هشوف لي خطافين محترفين انا بنت فرعون لازم اتخطف بشكل مناسب هنعمل ايه دلوقتي يا نهار ابيض ده ايه الخطف الكرتون ده انا مش مصدقكم مش بقولك فشله هو أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي؟ اتفضلوا قولولي مين فيكم اللي هيروح يفاوض بابي الفرعون؟ بص يا هكسوس اتنين أنا رأيي إنك أنت اللي تروح لا هكسوس واحد بلاش أنا بتقالي هكسوس ثلاثة أحسن مفاوض فينا إيه ده أنتوا بتتعزموا؟ تفتكر مين فيهم مناسب أكتر يا فرج ها؟ أنت بتعملي إيه؟ أنا؟ بتخطف ابعتيني انا عشان خاطري ابعتيني انا لا 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 بابا عارف انك بتعمل مصايب ومش هيصدقك انا عايزة واحد منهم احنا مش جايين نهزر هنا يلا امسكوها يا عم روح انت وهو تعالى كده هات هات ايدك دي وانت كمان هات ايدك دي اهو شايفين ازاي ايه ده هو من اللي خطف من دلوقتي محدش عايز يشتري مني ورد
بس أنا مش هيأس، مش هيأس. لأن أنت مش بتاع ورد. أنت عرفت إن تي بنت الفرعون اتخطفت تاني يوم ما أنت سبت القصر؟ يا نهار، إزاي؟ والحرس فين؟ أنت عارف إن محدش هيقدر يسد مكانك ويعمل اللي أنت كنت بتعمله. دي كانت مرحلة في حياتي وخلاص، خلصت. وحتى لو الناس ما اشترتش مني الورد، كفاني بعمل الحاجة اللي أنا بحبها. غلط، غلط طبعا اللي بتقوله ده. يعني رحتوله ورفض التنازل عن العرش وقال لنا نقولك لو ما روحتيش قبل المغرب هيعاقبك. هيعاقبني ورفض التنازل عن العرش؟ لا 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 يا جماعة، لا لا لا، احنا كده لازم نغير الاستراتيجية. اقولك ابدأي بإعدام الرهائن يلا عشان تبقى كملت. فكرة حلوة، فكرة جنان، انا موافقة عليها. اعدموا الرهائن. ويعني ايه رهائن؟ معرفش، فرج قال كده، بس هي فكرة حلوة. بس انا خايف بابا يعاقبك لو ما رجعتيش قبل المغرب. الحقي بقى احسن المغرب قرب. ايوه انا مع الرأي ده. الله، هو انا ما حدش هيعذبني ولا ايه؟ وانا مش مخطوفه برضو يعني؟ ما انتوش عارفين تخطفوا ما تخطفوش يا جماعه، اتعلموا اصول الخطف الاول. ايه الكلام الفارغ ده؟ المفروض تعمل اللي انت شاطر فيه، والحاجه اللي بتحبها تخليها هوايه ممكن تعملها بعد شغلك. مش كل واحد بيحب حاجه ضروري يكون شاطر فيها. بس لو كل واحد ركز في الحاجه اللي بيحبها هتتعمل بحب وهينجح فيها. ده لو درسها وفهمها وبقى محترف فيها. كمان مش كل حاجة الواحد هيعملها لوحده، في حاجات ما ينفعش تعملها لوحدك. صح، بس مين قالك ان اللي هيساعدك ما عندوش حاجة تانية هو بيحبها غير اللي انت بتحبه؟ ايه اللخبطة دي؟ ولا لخبطة ولا حاجة. اعمل الشغلانة اللي انت شاطر فيها عشان هتعملها احسن، وبعد شغلك اعمل بقى اللي انت بتحب، بيع ورد، بيع كشري، براحتك. ما انا كده ابقى عملت كل حاجة، ابقى كبير الحرس وفي البيت يبقى عندي مشتل ورد. صح كده، يلا بينا. على فين؟ على المشتل. قصدي انا لازم الاقي الاميرتي بصفتي كبير الحرس. يلا بينا من هنا، انا زهقت. لا اتفضلوا، احنا اسفين. ايوه صح، ممكن تيجوا بقى كل خميس وجمعه تخطفونا يومين كده، انتم مجانين. يا خساره، مع اني كنت خلاص بدات اخد على الخطف. يلا يا دادا، يا رب تكوني اتبسطتي معانا النهارده. لا ما اتبسطتش. سلام. يا ايه، سلمي لنا على بابا. يا عم انا رايح على بلاد الحبشه. حبشه ايه بس يا هكسوس ثلاثه؟ ده انا سمعت ان في الحضاره الاشوريه هناك حرب اهليه وطالبين جنود كتير، وفي مرتبات مجزيه، وفي كمان بدل خيم وبدل احصنه وبدل تغذيه وبدل ما نتبهدل. اقول لك ايه يا هكسوس ثلاثه، خدني معاك، انا عايز اكون نفسي في الحبشه. توقفوا توقفوا أيها الكبناء لتذوقوا سيف كبير الحراس البطار الذي لا يهزم. أنتوا اللي خطفتوا الأميرة؟ لا، كنا توبنا والحمد لله، ربنا تاب علينا دلوقتي وبقينا تخصص حروب أهلية في الحبشة. وفين تي وفرج وبيتا؟ زمانهم بيتعشوا في قصر الفرعون عشان يلحقوا يناموا بدري. ايه رأيك يا فرج؟ ها؟ في ايه؟ لا، انت مش معانا خالص. ربنا معاكم. يعني الاحسن نخطف سين وشين ولا عبكر؟ ايه ده؟ ايه الشغل المحلي ده؟
طالما قررنا نشتغل في الخطف، احنا نخطف كبير تجار المملكة اللي ورا البحر المالح.